ايه البلان اللي انتوا حاطينها ل 2019؟ يعني في خطه كده مسار اجباري عاملاها ل 2019؟ واحنا عندنا دلوقتي سينجلز بنشتغل فيها وديز، يعني في الديز بقى مع مين؟ انتوا كان في كرامه سماحه وكان في ام تي ام. مش هنقول مع مين، مش هنقدر نقول مع مين. ليه مش هنقدر؟ عشان بصوا بقى الرد بتاع المذيعين وماسك منكم المايك وبادي دي الحافظ. لا مسؤولين على التعاقدات يعني، فما نقدرش قبل ما نمضي يعني قبل ما نجيب الرد اللي طب مطربين عرب ولا اجانب؟ عرب عرب. فرق ولا ستات ولا رجاله؟ ست، في ستات وفي حاجه تانية بنحاول نعملها كده يعني، دي ونشارك بمزيكا بس في بروجكت معين كده.